يا استاذ محمد، انا بقول انه الحقيقه النادي الاهلي محتاج مننا كلنا نقف جنبيه، محتاج مننا كلنا ندي اللعيبه دي ثقه في نفسها مره اخرى، لان الحقيقه اللعيبه هي دي نفس اللعيبه اللي كسبت بطولات قبل كده، وهي نفس اللعيبه اللي هي هتلعب بعد كده. والحقيقه يعني عشان بس انه احقاقا للحق، احنا بدانا الحلقه دي والحوار مع حضرتك وبنقول ان احنا معترفين بان الاداء، الكل مدرك الاداء ما كانش جيد او ما كانش مناسب للنادي الاهلي على الاطلاق في مباراه رادس رغم المؤثرات الخارجيه، لكن احنا برضو الفريق البطل اللي بينافس على البطوله سنتين متتاليتين، وكان قاب قوسين او ادنى العام الماضي حتى لو ما وفقش، وهذا العام ايضا احنا بنقول ان النادي الاهلي بينافس بيلعب في الفاينل في البطوله القاريه، يعني ما هوش بعيد عن المنافسات ولا عن الالقاب، وان شاء الله يعود بقوه، عشان الناس ما تبالغش قوي برضو في الموضوع. بالتاكيد خسرنا مباراه وخسرنا بطوله، ولكن لم نخسر على الاقل انه نحن الابطال ونحن اللي صانعين المجد في كره القدم، 8 بطولات من قبل، والنادي الاهلي نادي قادر على انه يعود مره اخرى، وعندك هو صاحب اكبر رصيد على الاطلاق في القاره الافريقيه، وقريب دايما في المنافسه، اي بطوله بيشارك فيها بيكون هو الاسم او الجواد الرابح، وبيكون من الاقرب على الاطلاق الاقرب العناصر للفوز، يعني حتى لو حصل اخفاق او كانت مباراه او نتيجه مباراه لم تكن في صالح النادي الاهلي. لازم نعرف الاسباب فين يا استاذ محمد، لازم نعرف ايه الاسباب عشان تعالجها، في اسباب موجوده، في اسباب فنيه، في اسباب اداريه، في اسباب من خلال بعض الحاجات المعينه، في لعيبه يعني زي مؤمن زكريا عنده مشاكل تحلها له، في لعيبه يعني مش مستقره ذهنيا فنيا ممكن يكون عندهم مشاكل خاصه بيه. هو اللي حضرتك بتقوله ده في منتهى الاهميه، ده اللي جمهور الاهلي بنسمعه من فئات مختلفه في العمر وفي الثقافه وفي كل حاجه، بيقولوا يا جماعه النادي الاهلي عنده اوراق كتير جدا، عايزين نوصل لصيغه ان كلها تبقى مستغله بشكل سليم في الملعب. دي النقطه، يعني اللي معار بقى واللي موجود، احنا بنتكلم عن كل اللي راجعين واللي موجود يرجعوا في الفتره الجايه ان شاء الله، احمد الشيخ ومؤمن زكريا وناصر ماهر وصالح اسماء كتير قوي، ناس بتقول لو اكتملت الصفوف وبقت كل المجموعه دي موجوده هنرجع بشكل قريب شويه للفترات اللي كان فيها وفره في النجوم بتريح الجهاز. يعني انا مثلا عندي مشكله صغيره انا ما اعرفش حلها فين، احمد الشيخ ده كان هداف الدوري وجبته، ازاي ما يبقاش هداف الدوري مع النادي الاهلي وبقى هداف الدوري مع فرقه اقل من النادي الاهلي مثلا؟ هناك مشكله دي لازم النادي الاهلي يعرفها، ايه ليه؟ هل الواد بقى مستوى سيء؟ هل احنا قصرنا معاك جهاز فني؟ هل الواد اساسا عنده ليه مش عارفين ناخد منه نفس المستوى اللي كان مقدمه مع فريق؟ انا بقول لك هداف دوري وهو مش في النادي الاهلي وفي النادي الاهلي ما بيلعبش، دي نقطة مهمة جدا عايزين نعرف مشكلتها ايه. فبالتالي انا ارجو انه بعض دي مشكلة من المشاكل اللي انزلت، لانه بمصطلح الكورة بلغة الكورة كان شايل فريق بمنتهى الصراحة. هل هو يعني لما جه تغير اسلوب لعبه، هل هو محتاج كان حصلت حاجه معينه، الجهاز الفني عنده كان قرارات اخرى ما كانش مقتنع بيه، كل حاجات ممكن تعرف، لكن لازم تحل المشكله دي. يعني انا اتمنى ان الجهاز الفني الحالي يعني يشوف المشكله دي ويحلها. صالح جمعه كان لعيب كويس قوي وبدا كويس، سلوكيا كان عنده بعض المشاكل، طب حلها له المشاكل دي سهله جدا، نقوم ونصلح، نستفيد باللاعب ونعالج الجانب السلبي عند كل كده. مثلا دي بعض المشاكل اللي موجوده يعني حضرتك شايف ان في فرصه ان احنا لو التقرير اللي هيقدم من الجهاز الفني لجنه الكوره ومجلس الاداره ومناقشته وقفوا على نقاط القصور بشكل سليم وعالجوها سريعا وقدرنا نستفيد بكل القوى الضاربه الموجوده اللي مش مستغله في الاهلي، الامور هتفرق كتير. انا متاكد، وبعدين طبعا الحقيقه ربنا يشفي الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله، بس يرجع بالسلامه، لانه باذن الله الحقيقه واضح انه ملم بكل، يقعد يشوف كان مستني نهايه البطوله عشان بس على الاقل ترتيب الاوراق، ودي سهله جدا انك انت يعني تيجي تقعد مع المسؤولين وتشوف المشاكل دي مشكله وتحلها، وتشوف المراكز اللي انت محتاج تدعمها في الوقت الحاضر، لانه في لعيبه هتمشي من عندك، في لعيبه هتعتزل، في لعيبه على مشارف الاعتزال، خدت بالك؟ كل حاجه دي معروف، في لعيبه سنها كبير مثلا، يعني دي كلها امور واضحه جدا وبتحصل في كل الازمان. يعني كابتن صالح سليم كان في 4 لاعبين موجود على مجهود، محمود صالح وكان طاهر ابو زيد لو تفتكر، وربيع ياسين، كانوا نجوم النادي الاهلي، بس وقتها كان الفكر انك تدفع بدماء جديده وكده، بالرغم انه ممكن يكون قرار خاطئ من وقتها من او واثار جدل كبير جدا جماهيريا طبعاً، بس طبعاً النادي كان رؤيته خلاص، والنادي جاب بدائل والبدائل مشيت، واللعيبه دي نفسها موجوده دلوقتي في النادي الاهلي، ربيع موجود وطاهر ابو زيد موجود وعلاء مجهود معانا في الجهة، يعني ما فيش حد محمود صالح النادي يعني ما فيش حد بقى نفر وقال لك انا بقى ظلمت وبظلمت، لا، النادي الاهلي محتاج انه يقف ويشوف المشاكل اللي عنده عشان يحلها. سهل جدا انك تشوف المشاكل ديت وتقف على رجلك مره اخرى، وده نادي الاهلي مش نادي